ويسعدني التواجد معكم هنا اليوم في معرض الحلية الفضية للمجموعة الخاصة الملكية من المغرب، وهو يعتبر أول فعالية للسنة الثقافية من بين قطر المغرب. ويسعدنا أن احنا نعرض عدد ما يقارب من 220 قطعة من الحلي الفضية الرائعة التي تبين التنوع الثقافي ومدى الحرفية العالية في المغرب. ويسعدنا أيضا ونحن نفتخر أن هذه المجموعة لأول مرة تعرض خارج المتحف عندنا هنا في متحف الفن الإسلامي، وإحنا إن شاء الله لدينا عدة مشاريع مع مملكة المغرب بمناسبة السنة الثقافية قطر المغرب. وأحب أن أنا أشكر المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب على تعاونهم لاستضافة هذا المعرض هنا. يعني همنا أن احنا نعرض هذه المجموعة هنا في المتحف لنبين التنوع أيضا الحرفي في صنع الحلي الفضية، وكيف أن كل مدينة لديها تقنية مختلفة في صنع هذه الحلي، وأيضا اختلاف أشكالها، يعني وأيضا يبين التنوع الحضاري في المغرب. وهذا أيضا الأمر ينعكس عندنا هنا في متحف الفن الإسلامي، حيث نعرض عدد كبير من المقتنيات من العالم الإسلامي امتدادا من أسبانيا إلى الصين، ونبين فيها عدة مجالات. وأيضا لدينا عدد من المخطوطات الرائعة والمصاحف من المغرب وشمال أفريقيا، وكيف أن هي الخط العربي فيها متميز ويميزها عن مختلف البلدان. فلدينا مجموعة رائعة في متحف الفن الإسلامي من المغرب، وأيضا لدى متاحف قطر أيضا مجموعة رائعة من المجوهرات أيضا من الحلي الفضية من المغرب إن شاء الله. ولدينا أيضا معرض ثاني بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للمتاحف في المغرب، إن شاء الله راح يكون في نهاية 10، وراح نعلن عنه إن شاء الله في الوقت المناسب. وأيضا هو معرض كبير إن شاء الله، راح يكون في القاعة المؤقتة للمعارض في المتحف. شكرا جزيلا.